برجع لك مرة تانية هنا في القاهرة. الأهلي محتاج مهاجم سوبر مش كده؟ بالظبط. يعني احنا كنا دايما النادي الاهلي طبعا لحد ليله 31 او ليله 1 فبراير كان كل الجمهور متوقع ان هو يجيب مهاجم تقيل، يمكن حتى كان كسر الكلام طبعا في الفتره الاخيره على موليكا، لكن طبعا في النهايه ما حصلش نصيب. لكن اصبح النهارده لزاما على النادي الاهلي ان هو من الان لحد الانتقالات الصيفيه يبحث عن مهاجم مواصفات خاصه. يعني خلينا نقول كده بين قوسين، لازم اداره النادي الاهلي تفك الكيس، لان بمعنى ايه تفك الكيس؟ بمعنى انه يبقى رقم عالي جدا يعني لهذا اللاعب، لان واضح ان قيمه اللاعب ان هو بيسجل من نص فرصه. النهارده عندك فرص بتبقى مؤكده فرصه ونص زي بتاعت شريف بتضيع، الحاجات دي بتفرق معاك، بتفرق معاك انت بتجيب ثمن اللاعب اصلا من البطولات دي. يعني النهارده النادي الاهلي لو فاز بيزيد نص مليون دولار، لو كان فاز اكتر من كده بيزيد مليون وهكذا، ده اللي بيجيب معاك البطولات. ف النادي الاهلي طبعا عودنا، يمكن اضيف على كلام زميلي جوده، ان هو يكفينا احنا كاهلاويه وكمصريين فخرا ان صحيفه اس الاسبانيه خدت على غلافها يوم مباراه يوم الاربعاء اللي فات، يوم مباراه ريال مدريد والاهلي، صوره كبيره لمحمد الشناوي وصوره كبيره للوكا مودريتش، وقالت ملوك العالم، ما قالتش الملك اللي هو ريال مدريد بتاعهم اللي هو طبعا الملك طبعا مش عايزه كلام، والنادي الاهلي ده فريق قادم من مصر او من افريقيا او من الشرق الاوسط، لا قالت ملوك العالم نظرا طبعا لارقام النادي الاهلي. كل الامور دي مكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي. محسن كولر كمدير فني كبير، ولكن النهارده لم يوفق في انه يدير مباراه النهارده زي ما بيقول كده، خاصه وانت تقدمت 2-1، يعني كان عندك فرصه انت متقدم 2-1، وخاصه كمان لما اضطرد خالد عبد الفتاح، فكان لازم لاداره المباراه. ولكن هو على المستوى الفني من ساعه ما جه 22 ماتش ما اتغلبناش الا ماتش ريال مدريد والنهارده. صحيح طبعا ده شيء كويس، ويعني بالمناسبه انا عايز اضيف حاجه، الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي كتير والنادي الاهلي محتاج، يا جماعه النادي الاهلي لاعب ريال مدريد وفلامينجو، الماتش الجاي مش مع تشيلسي وبرشلونه ومانشستر سيتي، خلاص هنرجع تاني نلعب مع طبعا كامل تقدير واحترام للمقاولين وسموحه طبعا احترامنا لجميع الانديه طبعا، لكن اصل في فرق مستوى، انت طلعت ده ليفل تاني خالص. لما يكون القيمه التسويقيه للنادي الاهلي لا تتخطى 30 مليون يورو، القيمه التسويقيه لنادي ريال مدريد 850 مليون يورو، الفرق ده 500 ضعف. انت بتتكلم في ايه؟ فالناس بس تبقى بالراحه شويه، لان احنا المستوى ده احنا بنروح له لما بناخد بطوله افريقيا. طبعا اكيد الناس مطالبه، النادي الاهلي مطالب بانه يكون على قدر مستوى، لكن بالراحه شويه، النادي الاهلي يعني متصدر الدور المصري، النادي الاهلي مرشح فوق العاده للفوز بدور الابطال، عنده مباراه مهمه جدا يوم السبت جاي مع الهلال السوداني اللي خسر النهارده من صن داونز، والمباراه دي هتبقى مصريه. اكيد النادي الاهلي بجهازه الفني بادارته بيغلقوا الصفحه تماما. الهلال السوداني خسر النهارده الماتش، خسر النهارده من صن داونز 1-0 بالظبط في الجوله الاولى، والمباراه الاسبوع الجاي النادي الاهلي مع الهلال السوداني في السودان يوم السبت الجاي على طول. فالنادي الاهلي هو يعني احنا متعودين من النادي الاهلي على كده، ان هو على طول بيغلق الصفحه دي، بيغلق صفحه مونديال الانديه وبيفتح صفحه اخرى اسمها دوري ابطال افريقيا، لان طبعا مطالب اذا كان النادي الاهلي عايز يصحح اخطائه اللي حصلت في مباراتي ريال مدريد وفلامينجو، البدايه من يوم السبت الجاي ان هو يبتدي بدايه جيده في دوري الابطال، بحيث انه يقدر يفوز باللقب ويستعيد ويرجع تاني. بعض الناس بعت لي بيقولوا لي كولر ادار المباراه بشكل متميز.